ايه يا واد العضلات الجامده دي، يخرب بيتك. افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها صح؟ يا نسا انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا، مش ابو كرش ده. ايه؟ هاي امشي يا بيت من اللي احبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا يا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني انا خلاص، فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز، انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايزه رقمي؟ لا انا عايزه رقمه هو. هحبسك انت كمان. انت مين؟ علي حركات. علي؟ كنت فين يا علي؟ امك بتدور عليك. علي انت ايه اللي نفخك كده؟ لا انا ما اتنفختش، انا عملت فورمة. فورمة الساحل اللي طول عمري بسمع عنها. دون تاتش. ده بيلعب يا كوكي بيلعب. مش من حقك ترمسيني، احنا لسه متطلعين. هلمسك؟ طبعا خايف اعرف الحشو اللي انت حاطه جوه الهدوم. حشو ايه يا ماما؟ قصدك النيو لوك اللي انا عامله. شكلك هتتهبلي عليا. تهبل على ايه بلا خيبه؟ انت فاكر ان العضلات دي حاجه حلوه قوي؟ لعلمك دي بقت حاجه بيئه. انا لو كنت شفتك كده من الاول كنت عمري ما افكر اتجوزك. هعمل لك ايه يا انجي بقى؟ انا بعمل اي حاجه عشان ارضيكي ونرجع لبعض ونلم عيالنا حوالينا. لكن الظاهر عليك انك انت اللي مصممه. خلاص بقى. انت حره. انا ماشي. علي. اوعى. اصل المجنس تعبني شويه. مجنس؟ ده بيقول على السمانه مجنس. اسكتي بقى اسكتي بقى، ده قطع قلبي بقى. حرام عليكي، ده ايه يا حرام عليكي انت قلبك قاسي؟ حرام عليكي، ده مجنسه كلها وجعته. شكرا حبيبي. تفتكر حسين ممكن اختفي فين الفتره اللي جايه؟ شوف لنا بقى حاجه نتعشى بيها كمان. عيني يا حبيبي، اطلب لك غدا تاني؟ يا ريت. تتعشى يا حسين؟ انت لسه ضارب جوز حمام وطجنين، انت مش بني ادم؟ ما شبعونيش عيلو، انا كده بحب بعد الغدا اقعد انقنق شويه. وبعد ما تتنقنق؟ بعد ما اتنقنق الاكل يكبس عليا، اقوم داخل انام على طول. وبعد ما تتكبس يا مكبوس مش هتقولي برضه روح اتنيل استخبى فين؟ جات لي فكره حلوه قوي 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 قوي. عارف ايه احسن مكان تستخبى عندنا في البيت؟ انا ممكن اخبيك في النمليه. صح، والنمليه عندنا ما بيخشهاش نمل. تريقوا تريقوا. طب تصدقي والله عندك حق، ده حتى ممكن ولادكم يفكروني بولادي. ده انا مي وسوري وحشوني قوي. بس ايه يا علي؟ لا 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 لا، مالكش حق. ده المكان الوحيد اللي انجي لا يمكن ابدا تفكر ان انت فيه. بس انتوا عندكم اوضه واحده زياده في البيت اللي بيناموا فيها عيالكم، يعني هيباتوا في الشارع. ايه الكسوف ده؟ انت هزل لنا ولا ايه يا علي؟ ما قلت لك يا حسين هات لنا شقه واسعه شويه، ما تخليش اللي يسوى واللي ما يسواش يتريق علينا. الله، انت بتضربيني ليه يا كمال؟ بعدين انا لقيتها خلاص. انا عندي حته الدين مكان تبات فيها علوه محدش يقدر يوصل لك ابدا. فين؟ عندي في الاسم. لا خلي عيالك يناموا في الشارع وانا انام في الاوضه الثانيه. جرى حسين انت اتجننت؟ عندك في الاسم ازاي يعني؟ ما تخافش، ده احنا لسه عندنا في الاسم بنيين حته الدين تخيبه جديده. انما ايه بقى؟ بحري وبتطل على المراحيض العموميه، هواها يرد الروح. اقصى عليك يا حسين، ما خدتنيش ليه اتفرج عليهم انا والولاد؟ لا اقصى عليك، زعلانه منك. نبقى نروح النهارده. طالما بتطل على المراحيض العموميه يبقى اكيد هواها يرد الروح. هو انا ناقصك؟ بقول لك ايه؟ خلاص انا حلتها لك. انا هنام مع الولاد في الاوضه وانت نام جنب حسين. لا طالما هنام جنب حسين يبقى كاني نايم في المراحيض العموميه بالظبط. كده يا علوه؟ ماشي، مقبوله منك برضو. اسمع بس اسمع، انا جات لي فكره. انا هروح ابات عند امي في اسكندريه. اصل انا ليا اوضه هناك والاوضه دي فيها هدوم. اسكندريه حلوه برضه.